بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، جزى الله شيخنا خير الجزاء وزاده من فضله وعلمه وبارك لنا فيه. هذه قراءة من جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله تعالى، قال: باب ما روي في قبض العلم وذهاب العلماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تظهر الفتن ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل القتل، ويقبض العلم. فسمعه عمر يأتره عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن قبض العلم ليس شيئا ينتزع من صدور الرجال، ولكنه فناء العلماء. بسم الله والحمد لله، وصلى الله على نبينا مصطفى وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، الحديث من حيث الصنعة الحديثية فإسناده حسن من حيث الإسناد، أما من حيث المتن فالمتن صحيح، وأيضا جاء عند البخاري ومسلم: إن الله لا ينزع علما انتزاعا من الناس، ولكن ينتزع بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم أو قال لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا كما سيأتي قريبا. ولا ونعم، وفناء العلماء هو الثلمة الكبرى أيها الكرام الفضلاء. ليه؟ لأنه يتصدر لمشهد الجهال من الناس فيضلون الناس، كما هو مشاهد الآن بما أغنى عن توضيحه. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم ينزعه انتزاعا من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسهلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم، فذكر مثله سواء. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسهلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى فإذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم من الناس بعد أن يعطيهم إياه، ولكن يذهب بالعلماء. كلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم، حتى يبقى من لا يعلم فيضل ويضل. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرفع العلم بقبض يقبضه، ولكن يقبض العلماء بعلمهم، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فحدثوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك في قول ربنا عز وجل: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال ابن التفسير كما نقل ذلك ابن جرير والقرطبي وابن كثير وغيرهم، قال: بموت وقبض العلماء من أطرافها، يعني موت وقبض العلماء. وإن العلماء في موتهم ثلمة لا تنجبر، في موتهم ثلمة لا تنجبر. ونحن في عام 1441
مات في هذه السنة ما يزيد عن 42 عالما من مختلف فنون العلوم الشرعية في مختلف بلاد المسلمين، وتلك ثلمة كبيرة. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرفع العلم بقبض يقبضه، ولكن يرفع العلماء بعلمهم، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فحدثوا فضلوا واضلوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج من أمتي 30 دجالا كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض المال ويقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويبث الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وعن أنس رضي الله عنه قال: لأحدثنكم بحديث لا يحدثكم به أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا ويكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. نعم أكمل. وهذا من علامات الساعة، وهذا مشاهد في زماننا، أن العلم يعني يقل فعلا قلة العلماء العاملين، والجهل ظاهر كما ترون حتى تجدون الآن. وهذه فرصة طيبة طالما قيل هذا الكلام الآن، لأن كثير منا يتابع الميديا، وهنا الحملة الآن موجودة من بعض من ينسبون للعلم، أمثال عبد الله رشدي هذا الذي هو في مصر، الذي يتكلم ويقول أنه أشعري صوفي إلى غير ذلك. والآن الهجمة الشرسة الآن على السلفية وعلى أهل السنة في إثبات الصفات وإلى غير ذلك. فنقول هذا الذي يحدث الآن، أن يظهر الجهل، يخرج لك أمثال هؤلاء. ثم يقول: الله ليس له مكان. إذا أنت تعبد عدما، أن تعبد عدما. ثم يناقش مشايخنا أمثال الشيخ مصطفى العدو وغيره، وينكر عليهم لما نحن الذين ليس نحن قلنا إن الله عز وجل في السماء، بل هو الذي قال عن نفسه ذلك: أمنتم من في السماء. وهو الذي قال تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وهو الذي قال تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. وهو النبي الذي قال عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم في قصة الصحابي الذي أتى له بالسنة رضي الله عنه وأرضاه، لما أتاه بهذه الجارية والنبي لها: أين الله؟ فأشارت إلى أعلى أو قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وهل معنى ذلك لما نقول في السماء نقول والله هو لا يحده السماء، يحد السماء؟ ما الذي أمرك بكل هذا؟ الله ما تعبدك بهذا، الله عز وجل تعبدك بأن تؤكد الصفة، بأن تثبت الصفة لله عز وجل تبارك وتعالى، وتترك ما يكون من كيفيتها لله عز وجل. هذا ومعنى قوله تعالى: أيوة، ونقبض كيفيتها لله عز وجل. الله ما تعبدك بذلك، نثبت الصفة ونؤمن بها ونقرها من غير تأويل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا هو النفي والإثبات، هذا هو النفي والنفي والإثبات. نحن الآن موجودون في هذا المجلس، كلنا لنا آذان وكلنا نسمع، لكن ليس معنى ذلك أن سمعي يشبه سمعك. كلنا نبصر إن شاء الله، وليس معنى ذلك أن بصري يشبه بصرك. كلنا نتكلم، وليس معنى ذلك أن كلامي يشبه كلامك. فإذا كان لا تشابه بين البشر، فكيف تنزل
صفات رب البشر على 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 البشر. ولذلك أنا أحذركم من هذا عبد الله رشدي وأمثاله هؤلاء المتعالمين، لأنه ينطبق عليهم مثل هذه الأحاديث ويظهر الجهل، ويظهر الجهل. نعم قال ويظهر الزنا ويكثر النساء ويقل الرجال، وهذا واضح في كل الحياة العالم، حتى 50 مرأة لها قيم واحد، 50 مرأة لها قيم واحد، يعني نسبة 50 إلى 50 إلى 1. وهذا الحديث من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال بيده كأنه يريد القتل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قراؤكم وعلماؤكم يذهبون ويتخذ الناس رؤوسا جهالا، وذكر الحديث. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض ويقبضه وقبضه ذهاب أهله. وعن ابن شهاب قال بلغنا عن رجال من أهل العلم قالوا الاعتصام بالسنن نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله في ذهاب العلم. وعن عوف بن مالك الأشجعي أنه قال بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، أحسن الله إليك، إذ نظر إلى السماء فقال هذا أوان يرفع العلم. فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد ابن الأبيد أيرفع العلم يا رسول الله وفينا كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونساءنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. وذكر له ضلالة أهل الكتاب وعندهم ما عندهم من كتاب الله. فلقي جبير بن نفير شداد بن أوس بالمصلى فحدثه هذا الحديث عن عوف بن مالك فقال صدق عوف بن مالك. ثم قال شداد هل تدري ما رفع العلم؟ قال قلت لا أدري. قال ذهاب أوعيته. هل تدري أي العلم أول يرفع؟ قال قلت لا أدري. قال الخشوع حتى لا يرى خاشعا. ولذلك ولذلك هذا الحديث من الأحاديث العظيمة جدا، وليس كل من خرج يتكلم بالقرآن ويتلو آياته أن الناس ينخدعون به. قال عبد الله قال الإمام محمد بن سيرين فيما نقل الترمذي في آخر أثرين عنده في الشمائل إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال عبد الله بن المبارك إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. فلذلك ينتبه من تشابه الأزياء. نعم وهذا الحديث حديث عظيم جدا، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لامه في ذلك وقال إن كنت لا أحسبك من أفقه أهل المدينة. فذكر له ضلالة أهل الكتاب، ما عندهم التوراة وعندهم الإنجيل، وظلوا يحرفون ويكذبون 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 فيها. فلذلك ينتبه لمثل هذه الأمور أيها الكرام الفضلاء. ونصيحتي لي ولكم من يريد العلم، قال ابن مسعود عليك بالعتيق، يعني وقال أيضا فيما روى أبو خيثم النسائي في كتاب العلم من كان مقتديا فليقتدي بمن مات فإن الحي تخشى عليه الفتنة. عليك بعلم الشيخ بن عثيمين، الشيخ بن باز، شيخنا الشيخ بن جبرين، الشيخ الألباني رحمة الله، عليك بعلم هؤلاء الأكابر رحمة الله عليهم. أما هؤلاء الأصاغر الذين شيخهم اليوتيوب إلى غير ذلك، ثم كل يوم تجد لهم رأيا مختلفا إلى غير هؤلاء، كل هؤلاء من متشابه الأزياء. ولذلك الإنسان يدعو دائما بالثبات. ومن حديث شداد بن أوس اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، قيل هو الدين. نعم. وعن الحسن رضي الله عنه قال موت العالم ثلمة بالإسلام،
لا يسدها شيء ما طرد الليل والنهار. وقال والمقصود هنا يعني ثلمة يعني شرخ وكسر وخلل مثل الشق الذي يكون في الحائط، هذا معنى كلمة ثلمة. نعم. وعن ابن سيرين قال ذهب العلم فلم يبق إلا غبرات في أوعية سوء. لا شدد الباء، غبرات. أحسن الله إليكم. قال ابن سيرين ذهب العلم فلم يبق إلا غبرات في أوعية سوء. وهذه جمع يعني جمع غبرة، جمع مؤنث سالم تجمع على غبرات، يعني بقايا في أوعية السوء، هذا هو تشابه الأزياء. نعم، يخرج عليك معمم إلى غير ذلك فتظن فيه الخير، كان أول أمس يناقش الملحدين وكذا فانطلع على الناس، ثم الآن أصبح أنه هو يسب في أهل السنة والجماعة. نعم. وعن هلال بن خباب أبو العلاء قال سألت سعيد بن جبير قلت ما علامة الساعة وهلاك الناس؟ قال إذا ذهب علماؤهم. نكمل فقط. وعن سليمان بن سليم أبو سلمة أن كعبا كان يقول واعلموا أن الكلمة من الحكمة ضالة المؤمن، فعليكم بالعلم قبل أن يرفع، ورفعه أن تذهب رواته. أن تذهب رواته. نعم، أحسن الله، أن تذهب رواته. وعن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل بعثني هدى ورحمة للعالمين، وأمرني ربي أن أمحق المزامير والمعازف والخمور والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية، وأقسم ربي بعزته لا يشرب عبد الخمر في الدنيا إلا سقيته من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له، ولا يدعها عبد من عبادي تحرجا عنها إلا سقيته إياها من حضيرة القدس. وهذا الحديث ضعيف، وعلته يزيد علي بن يزيد الألهاني، وهو ضعيف كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، وهو موجود عند أحمد في المسند وعند الطبراني في معجمه الكبير، لكن لا شك أن المزامير والمعازف والخمور والأوثان كلها محرمة والخمور كذلك. نعم. وقال أبو أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء إقبالا وإدبارا، وإن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وإن من إقبال هذا الدين ما بعثني الله به، حتى إن القبيلة لتتفقه من عند أسرها أو قال آخرها، حتى لا يكون فيها إلا الفاسق أو الفاسقان، فهما مقموعان زليلان، إن تكلما أو نطقا قمعا وقهرا واضطهدا. ثم ذكر إن من إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة كلها العلم من عند أسرها، حتى لا يبقى إلا الفقيه أو الفقيهان، فهما مقموعان زليلان، إن تكلم أو نطق قمعا وقهرا واضطهدا. وقيل أتطيعان علينا، وحتى يشرب الخمر في ناديهم ومجالسهم وأسواقهم، وينحل الخمر اسما غير اسمها، وحتى يلعن آخر هذه الأمة أولها، ألا فعليهم حلة اللعنة. وذكر تمام الحديث. قال أبو عمر لقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول ماذا يفوز الصالحون به، سقيت قبور الصالحين دين، صلى الإله على النبي لقد محيت عهود بعده وذمم، لولا بقايا الصالحين عفا،
ما كان انتباه لنا ورسم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت رحمة وهدى للعالمين. فذكر مثله سواء في الأوثان والمعازف والمزامير والخمر إلى آخر قصته في الخمر، ولم يذكر ما بعده. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض، وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما. وعن عطاء بن أبي رباح قال في قول الله عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال: ذهاب فقهائها وخيار أهلها. وقال عكرمة والشعبي: هو النقصان وقبض الأنفس. قالا جميعا: ولو كانت الأرض تنقص، قال أحدهما: لضاق عليك حشك. وقال الآخر: لضاق عليك حش تتبرز فيه. أيوة، على المجاهد، وهي الحش يجمع على الحشوش، وهي أماكن قضاء الحاجة. نعم، يعني لضاق عليك مكانك لتقضي في الحاجة. نعم، إنما المقصود به هذا الذهاب أهل العلم. نعم. وقال مجاهد: نقصانها خرابها. الله عليك. نقصانها خرابها وموت أهلها. وقال الحسن: هو ظهور المسلمين على المشركين. وقال ابن وقلت هذه يسميها علماء التفسير اللي هو التنوع وليس التضاد، التنوع وليس التضاد، فكلها من باب اختلاف التنوع وليس التضاد. نعم، أحسن الله إليك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: من سره أن ينظر كيف ذهاب العلم فهكذا ذهابه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول: تعلموا العلم قبل أن يقبض العلم، وقبضه أن يذهب بأصحابه. العالم والمتعلم شريكان في الخير، وسائر الناس لا خير فيهم. إن أغنى الناس رجل عالم افتقر إلى علمه فنفع من افتقر إليه، وإن استغنى أحسن الله إليه. إن أغنى الناس رجل عالم افتقر إلى علمه فنفع من افتقر إليه، وإن استغني عن علمه نفع نفسه بالعلم الذي وضع الله عز وجل عنده. فماري أرى علماءكم يموتون وجهالكم لا يتعلمون، ولقد خشيت أن يذهب الأول ولا يتعلم الآخر. ولو الآخر أحسن الله إليك، أن يذهب الأول ولا يتعلم الآخر. ولو العالم طلب العلم لازداد علما، وما نقص العلم شيئا. ولو أن الجاهل طلب العلم لوجد العلم قائما. فما لي أراكم شباعا من الطعام، جياعا من العلم. وقال الحضرمي: سمعت دراجا أبا السمح يقول: يأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى تقعد شحما، ثم يسير عليها في الأمصار حتى تصير نقضا، يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بها، فلا يجد إلا من يفتيه بالظن. وقال الحسن رحمه رضي الله عنه: لا عالم ولا متعلم، طفئت والله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: لا يزال عالم يموت، وأثر للحق يدرس
حتى يكثر أهل الجهل ويذهب أهل العلم فيعملون بالجهل ويدينون بغير الحق ويضلون عن سواء السبيل. وعن كثير بن زياد، وهذا كله يدلنا أيها الكرام الفضلاء أن على الناس أن يحتبرون زمانهم وأن يرحلوا إلى علمائهم وأن يأخذوا عنهم خشية أن تتخترمهم المنية فيندم الناس على ذهابهم. نعم. وعن كثير بن زياد في تفسير الحديث لا يزداد الأمر إلا شدة قال ذهاب العلماء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا الدنيا إلا إدبارا، ولا الناس إلا شحا، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ولا مهدي إلا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وعلى رسولنا أفضل الصلاة وأتم السلام. وعن أبي الصباح عبد الغفور ابن عبد العزيز بن سعيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم لا يزداد الأمر إلا شدة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، طبعا الحديث الماضي هو حديث منكر، والحديث المنكر هو الذي يخالف فيه الضعيف الثقات، هو الذي يخالف فيه الضعيف الثقات. ومحمد بن خالد الجندي منكر الخبر كما ذكر ذلك في ميزان الاعتدال، وهو منكر الحديث، وقال الإمام الحاكم مجهول. وبالنسبة لقوله ولا مهدي إلا عيسى فهذا معارض بأحاديث أن المهدي رجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يصلحه الله في يوم وليلة، واسمه محمد بن عبد الله ومن قريش، واسمه محمد بن عبد الله وهو من قريش. فلكي يزول التعارض فنقول لا مهدي كاملا معصوما إلا عيسى، وعلى هذا تجتمع الأحاديث ويرتفع التعارض. وهذا قال به ابن كثير ونقله السيوطي في الحاوي للفتاوي، في الحاوي للفتاوي. طبعا هذا في حالة صحة الخبر، لكن إذا كان الخبر ضعيفا فقد كفينا المؤنى ولا نحتاج إلى أن نجمع هذا التعارض، لأن الحديث ضعيف. وكما قال الإمام جمال الدين القاسمي في قواعد الحديث والباطل يكفي في رده أنه باطل، الباطل يكفي في رده أنه باطل. يعني بعض الناس يرسل لك حديث باطل يقول لك يا شيخ رد عليه، يا حبيبي يكفي في الباطل أنه باطل، ماذا نرد على الباطل؟ يكفي أنه باطل، يكفي أنه باطل، فلماذا نتكلف الرد على الباطل؟ وبذلك قال الإمام القاسمي في قواعد التحديث ولا نتكلف يعني والباطل يكفي في رده أنه باطل، فإذا كان كذلك لا تتكلفن الرد عليه أو أن تجمع بين تعارضه مع غيره. نعم. الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على أمتي زمان يكثر القراء ويقل الفقهاء ويقبض العلم ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله وما الهرج؟ قال القتل بينكم. ثم يأتي بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال من أمتي لا يجاوز تراقيهم. ثم يأتي بعد ذلك لا يجاوز تراقيهم. أحسن الله إليك. لا يجاوز تراقيهم. ثم يأتي بعد ذلك زمان يجادل المنافق الكافر المشرك بمثل ما يقول. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، تعلموا قبل أن يرفع العلم فإن رفع العلم ذهاب العلماء. ما لي أراكم تحرصون على ما قد توكل لكم به وتدعون ما وكلتم به، لأنا بشراركم أبصر من البياطرة بالخير.
هم الذين لا يأتون الصلاة إلا دبورا. المقصود به الطبيب البيطري يعني. نعم. هم الذين لا يأتون الصلاة إلا دبورا ولا يسمعون القرآن إلا جهرا. يعني لا يأتون الصلاة إلا في أواخرها. نعم. صلى الله عليه. وروينا عن تميم ابن أبي نجيح قال: كنت جالسا عند محمد بن سيرين إذ جاءه رجل فقال: إني رأيت الليلة أن طائرا نزل من السماء على ياسمينة فنتف منها ثم طار حتى دخل في السماء. فقال ابن سيرين: هذا قبض العلماء. قال تمام. فلم تمضي تلك السنة حتى مات الحسن وابن سيرين ومكحول وستة من العلماء بالآفاق، ماتوا تلك السنة. وسمعت رواد ابن الجراح يقول: قدم سفيان الثوري عسقلان فمكث ثلاثا لا يسأله أحد في شيء، فقال: أكثر لي أخرج من هذا البلد، هذا بلد يموت فيه العلم. سبحان الله. هذا سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أمير المؤمنين في الحديث، دخل عسقلان من أرض فلسطين فمكث ثلاثة لا يسأله أحد، فقال: لا 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 بد أن أنا أفضل لي أن أخرج من هذه البلد، لهذه قال بلد يموت فيها العلم. فما ظنك أنت الآن في زماننا هذا تقعد ثلاث شهور ما في حد بيسأل أحد، مو ثلاث بس أيام. فسبحان الله. نعم. أحسن الله إليك. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن القرن الأول من هذه الأمة على منهاج من لا يتهم، والقرن الثاني تظهر فيهم الحيف والأثرة، والقرن الثالث يظهر فيهم الفساد وسفك الدماء، والقرن الرابع ينتقلون عن دينهم حتى يعني الردة. تكلم عن الردة التي يعني حصلت بعد عام 300 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فما ظنك بما نحن فيه الآن في القرن الخامس عشر؟ نعم. حتى يكون أعز كل قبيلة فاسقهم ومنافقهم وأذله عالمهم. لا لا، حتى يكون أعز كل قبيلة فاسقهم ومنافقهم، مبتدأ مؤخر، وأذله عالمهم. نعم. حتى يكون أعز كل قبيلة فاسقهم ومنافقهم وأذله عالمهم. وهذا أيضا ليس بالقوي. هذا. وصلى نعم. الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم. طيب، بقي جزاكم الله خير. طيب، اليوم ما في فقه الأسماء الحسنى؟ بقي فقه الأسماء الحسنى يا شيخ عبد الله، ما جاء اليوم. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم، آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير.